طبعا على طول منزل المكياجات وانزل اشياء درجه اولى، اشوف بالتعليقات يقولون ايش دعوه هيك الاسعار غاليه. مو انت اكو شركات ما تعرفيها وما ماخذتها، يعني مثلا اكو عندنا اساس هدى بيوتي ب 4000، هذا من اخلي الباودر مالته وياه والكونسيلر والبرايمر، كل هالمجموعه متكلف لها 20000، بينما هدى بيوتي الاصلي كل قطعه ب 40000. يعني من اخلي المجموعه مال هدى بيوتي الاصليه كلف لها بال 200000. فهو كل شيء اكو يا عيني، يعني لا عبالك كل المكياج هو كله نفس السعر، ولا عبالك كل الاساسات هي كلها ب 2000 وب 3، يعني هذا ب 4 وهذا ب 40، وعندنا هذا سعره ب 50000، بس كريم اساس وحده سعره ب 50000، بينما اكو مجموعه كامله انا نزلتها تتكون من اساس ومن برايمر ومن باودر ومن كونسيلر، مجموعة تتكون من 4 أشياء نزلتها ب 20000، وأكو أساس واحدة ب 50000. فهو كل شيء أكو، أنت لا عبالك كله يشابه كله اسمه مكياج. هذا الفيديو للتوضيح فقط.